كلمتين اتنين يا برنس قبل مواجهة النادي الاهلي مع سان داونز يا برنس، واقول لك طبعا تشكيل النادي الاهلي امام سان داونز. حلقة النهاردة مهمة جدا، ولكن يا برنس ما تنساش اللايك بتاعك، ولو انت مش متابعنا تابعنا يا جدع. ويلا بينا يا برنس نبدأ في ايه كلامنا على مباراة الاهلي وسان داونز. ما اقولكش ان المباراة ديت وقفالي في زوري، وقفالي في زوري يا جدع، مباراة تقيلة على قلبي يا جدع، مباراة يا جدع ببقى شايل همها، وربنا مباراة ببقى شايل همها. ولكن انا كل اللي طالبه من لاعيبة النادي الاهلي يعني التركيز، الهدوء، ما نفتحش الملعب، ما نروحش، وبتمنى ده من كولر. وقت ما نهاجم نهاجم، وقت ما ندافع ندافع، لان عند يعني تاريخنا طبعا مع سان داونز هناك بيجي علينا وقت كده يا برنس، يعني في الكوارث اللي حصلوا هناك المرتين طبعا اللي انت عارفهم، اللي حصلوا هناك المرتين دولت احنا كنا كويسين، كنا كويسين، ولكن بيجي اللحظه هم لما التانيين بيجيبوا فينا جون احنا بنبقى عاملين كده خلاص بقى بنسلم، والتانيين ما بيست يعني هم بيستنوا اللحظه اللي احنا بنسلم فيها، وهم بيبداوا يدوسوا وهم بيبداوا يضغطوا، وهم ايه اساتذه في التحرك بدون كوره، واساتذه في تحرك بالكوره، واساتذه في الهجمات المرتده، واساتذه يعني بص من كتر كلمه اساتذه دي اللي هم في التحركات السريعه والكلام ده، يتعبوك يتعبوك، وكمان هيلعبوك الساعه 3 العصر. فكل طالبينه من لعيبه النادي الاهلي التركيز التركيز التركيز، ويعني ايه نخلص من اقل فرصه، نخلص من اقل فرصه، ان هي دي ماتشات انك تخلص من اقل فرصه، ان الفرصه اللي هتجيلك مش هتجيلك تاني. والله يا برنس انا قلبي حاسس، انا قلبي حاسس، واحفظ الفيديو ده عندك، واحفظ الفيديو ده عندك، اللي احنا نكسب الماتش ده هناك 3-0 3. حاسسها حاسسها كده من جوايا اللي احنا نخلص الماتش ده 3-0، وافتكر كلام هنلعب ماتش كبير باذن الله. انا بتفائل، انا بتفائل باذن الله، ان انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في جد كراريرو، عندي ثقة يا برنس كبيرة في كولر. ليه بقى؟ ان كولر اتلدع منهم، اتلدع منهم وفيه، وكولر بعد مباراة سان داونز تماما بعد الخمسة الاهلي تحول تماما، الاهلي بحاجة تانية، بقى حاجة تانية حرفية. فهو دوت يا برنس اللي مخليني واثق في كولر، وهو ده اللي مخليني عندي الامل في جدي كراريرو اللي هو هيقدم مباراة كبيرة، وعندي الامل في لعيبة النادي الاهلي، وعند كل الثقة في فريق النادي الاهلي. ولكن انا كل عاوزه اللي احنا ننزل في بداية المباراة نكون عاديين جدا، اللعيبة تبقى عادية جدا، ان هم طبعا جمهور سان داونز هيخش طبعا ويقفل لك الاستاد ببلاش، ان تحس يعني ادارة سان داونز بتعامل مع ماتش الاهلي ده هو ده يفتحوا المدرجات ببلاش، هو عارف ازاي بيتعبك، هو عارف ازاي بيضغط عليك بالجمهور بالساعة 3 العصر، هو عارف نقطة ضعفك فين وبيلعبك بيها ماشي. فانا يعني باذن الله باذن ربنا ربنا يكرمنا يا رب في الماتش ده ونخلصه بدري بدري، ونخلصه بدري بدري، وما يفتحش مننا. ما احنا مره كسبناهم مع الريني فايرال عملناها هناك، ولكن بتمنى من ربنا اللي احنا نعملها المره دي. والبطوله اللي بتبدا كده يا برنس بعصلجه وبمطبات انا بتفائل بيها، انا البطوله اللي بتبدا بحنكشه وقصص وحوارات بتفائل بيها، وربنا بتفائل وتفائل، عاوزك تتفائل يا برنس، وما تنساش تنزل في التعليقات تقول لي توقعاتك لمباراه الاهلي امام سان داونز باذن الله بكره، وقول يا رب نكسب 3-4. يلا يا برنس سلام.